أما الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. تطمح دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون من بين أكثر 5 بلدان سعيدة في العالم بحلول عام 2021، والشركات العاملة في الدولة تلعب دورا مهما جدا في بلوغ هذا الهدف. إذن مؤسسة Great Place to Work، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الأبحاث والتدريب والاستشارات، والتي تقيم أفضل أماكن العمل فيما يزيد عن 50 بلدا حول العالم، وكشفت عن قائمتها السنوية 9 لأفضل 30 مكان للعمل في دولة الإمارات، وتعتبر قائمة هذا العام الأكبر حتى الآن للمؤسسة، وتسلط الضوء على أفضل أماكن العمل التي تتمتع بثقافات عمل متميزة في مختلف أوجهها على مستوى الدولة. إذا ما هي أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات لعام 2018 و19، وكيف تمكنت من الحصول على هذا اللقب؟ الجواب تحمله لنا السيدة مها الزعتري، المدير العام لمؤسسة Great Place to Work في الإمارات. يا أهلا ومرحبا وصباح الخير لك. أهلا وسهلا فيك يا سيدة مها، يسعد صباحك معنا. إذا مثل ما قلنا، ما هي أفضل أماكن العمل في الإمارات؟ أنا قلت سألت السؤال وقلت بأخذ الجواب منك. في البداية رح أعلن عن أفضل 5 شركات للعمل اللي أعلنها عنها مبارح في حفل في دبي. بالمركز الأول كانت شركة DHL، وهي شركة عالمية في مجال اللوجيستكس. ثاني شركة هي شركة دوان، وهي شركة محلية. بعدين ثالث مركز لفنادق هيلتون، سلسلة فنادق هيلتون وولدورف أستوريا والفنادق الأخرى التابعة للسلسلة هاي. رابعا سيسكو بمجال الاي تي. وبالمرتبة الخامسة شركة أومنيكوم ميديا جروب في مجال الدعاية والإعلان، وهي شركة عاملة عالمية. تلفزيون دبي. تلفزيون دبي على الطريق إن شاء الله. إن شاء الله، ليش لا؟ طيب، يمكن أنتم كان أصلاً قطاعات العمل ركزتوا عليها مش الحكومية أكثر ولا الخاصة؟ التركيز على القطاعين، الخاص والحكومة. طيب، أنا اللي بدي أسألك إياه أنه يعني ما هي المعايير التي اتبعتموها في اختياركم لهذه الشركات؟ ليش وقع الاختيار على هذه الشركات تحديداً؟ بتم اختيار هاي الشركات بناء على تجربة الموظفين في بيئة العمل. ففعلا اللي هو بيختار هالشركات مش احنا كشركة فقط، ولكن الموظف نفسه. فبتبدأ الدراسة بإرسال استبيان أو سيرفي للموظفين اللي عاملين في الشركة، إذا هم بيقولوا إن هم سعيدين بتجربة العمل، وبيحصل بهذا الاستبيان على مؤشر ثقة أقله 70%، ساعتها هاي الشركة بتتأهل إنها تكون على اللائحة. كما ونعمل تدقيق للموارد، سياسات الموارد البشرية، فمنفوت على الشركة ونعرف أكثر عن سياسات الموارد البشرية، كيف بيوصفوا الموظفين، التدريب، كيف بيهتموا بصحة الموظف من الناحية يعني النفسية والجسدية. هاي كلها عوامل بتأدي أن الشركة تكون على اللائحة. جميل جميل جدا أنه في كثير من المؤسسات الرائدة العالمية مشاركة في هذا الموضوع، ولكن الملفت هنا أنه في شركات أيضا، مؤسسات حكومية مشاركة. وش رأيك في الموضوع وتعليقك؟ هذا الشيء احنا سعيدين فيه كشركة عالمية هون في دبي، وهذا الشيء يعني لاحظنا خلال السنتين الأخيرتين، لأنه في توجه من حكومة دولة الإمارات نحو موضوع السعادة والتسامح، وهدول موضوعين بيمشوا بالتساوي أو بارلل لموضوع بيئة العمل والسعادة في بيئة العمل. فمن سنتين لهلأ، ومنذ يعني صار عندنا في الدولة هون وزارة للسعادة، صارت الشركات بالقطاع الحكومي عم تسعى أكثر إلى تحسين بيئة العمل. نعم. وتحسين أو رفع مستوى سعادة الموظف، تعزيز السعادة. طب بما أنك يا مها ذكرتي السعادة والتسامح، نحن بنعرف أنه في عام 2019 بدولة الإمارات تم يعني تسمية هذا العام بعام التسامح. واحد من ركائز هذا العام هي ربما خلق التسامح في بيئة العمل. كيف انعكس هذا الموضوع، خلينا نقول، على أفضل الشركات هذه التي تم اختيارها؟ شوفي، احنا عم نتعامل بالشركات مع الافراد، سو موضوع التسامح او السعاده بيتصل بشكل مباشر مع عملنا في تجربه بيئه العمل، وخصوصا موضوع التسامح والبند السابع زي ما قلتي، التسامح في بيئه العمل. وفي دوله الامارات وفي دبي بالتحديد عندك اكثر من 102 ناشوناليتي. نعم. وموضوع التسامح بيرتكز على تقبل الاخرين من مختلف جنسياتهم او دياناتهم. فعندنا اكثر من 102 جنسيه في دوله الامارات. Yes. فحتى في بيئة العمل يعني معظم الشركات أقل شيء فيها 40 ناشوناليتي أو جنسية، فكلما كان تقبلنا للآخر في بيئة العمل كلما ساعدنا أكثر، كلما صار المجتمع بشكل عام أسهل. صحيح.
طيب 100%. كيف تصفين جو المنافسة اللي دخلت فيها وكيف الأجواء الإيجابية اللي كانت موجودة؟ والله كيف أثر في طبيعة العمل؟ سنة عن سنة المنافسة عم تكتر يعني. بلشنا احنا ب 2010 في الامارات كان عنا 10 شركات على اللائحة، اليوم الحمد لله عنا 30 شركة، واللي بيعني بشكل مباشر انه الشركات عم تهتم اكتر بموضوع بيئة العمل وعم بيسعوا انه يحسنوا بيئة العمل، فالمنافسة شرسة زي ما بنقول. يمكن كل سنة عم بتلاقوا في اقبال اكثر او شركات اكثر. طيب ما هي يعني تطمح دولة الامارات مثل ما بنعرف لتكون من بين اكثر 5 دول او بلدان سعيدة في العالم بحلول عام 2021، كيف تساهم ربما هذه القائمة السنوية اللي أنتم تقومون فيها في يعني تعزيز هذا الهدف أو الوصول إليه وتحقيقه؟ حسب الدراسات بيقضي الإنسان في حياته ثلثين من حياته في بيئة العمل. إذا أنت عم تقضي ثلثين حياتك في العمل وما كنت سعيدة، فقابليتك أنك تكوني إنسانة سعيدة حتكون أقل. ففي المبدأ الأول حتى نخلي الإنسان سعيد لازم نخليه سعيد في بيئة عمله وين ما بيقضي أكثر وقته. فهاي جزء كمان من الأجزاء الأساسية لسعادة الإنسان بشكل عام. إذا هو سعيد في بيئة عمله أكيد سعيد في حياته. أنجز تقولين يكون سعيد، طب كيف يكون سعيد؟ بالعمل؟ لا خارج العمل، في بيئته وخارج العمل. خلينا أبلش معك في بيئة العمل. يكون سعيد لما بيكون سعيد في العلاقات في بيئة العمل، يعني سعيد مع مديرك، سعيد مع زملائك في العمل، في جو من الشفافية والنزاهة والثقة في بيئة العمل. هاي هي العوامل الأساسية اللي بتخليك أنت سعيد في عملك وسعيد في حياتك. إذا حياتك العملية ماشي منيح، البال مرتاح، الجسد صحتك منيحة، قابليتك انك تكون اسعد بتكون اكيد اعلى، والتطبيقات هاي كمان بتساعد. صح اللي ذكرناها تخفف التوتر وربما تخلق السعاده. طيب مها يعني ربما هيك اخيرا حابين نعرف شو هي مخططاتكم للمستقبل بخصوص هذه القائمه، قائمه اختيار افضل شركات، هل المعايير بتشوفيها بالمستقبل رح تصبح اكثر تنافسيه، اكثر شده في الانتقاء ام ماذا؟ يعني كيف ستكون؟ شوفي في تغير سريع بسوق العمل حاليا، ولكن احنا معاييرنا يعني اساسها العلاقات البشريه، فمهما تغيرت التكنولوجيا وصار في تطورات معاييرنا ما راح تتغير ثابته، لانه عم نحكي علاقه الانسان بالانسان الاخر، فهاي امور ان شاء الله ما راح تتغير. ولكن زي ما حكينا في اهتمام اكثر هلا من الشركات، وفي قبول اكثر من الشركات لفكره بيئه العمل اكثر من قبل. صحيح. الله يعطيك العافية مها، شكرا لك مها الزعتري، مدير عام مؤسسة Great Place to Work. نعم Great وشو؟ Great Place to Work. الله شكرا جزيلا لك يا مها، حدثتينا اليوم عن أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات، وإن شاء الله كل شخص يكون سعيد في بيئة عمله، وكل شخص يعني تكون شركته ضمن الأفضل دائما. شكرا لك يا مها.